ثاني محطتنا التالية رح نطرق فيها إلى عالم حواء ونحكي عن هذا اليوم يلي قبل شوي تعرفنا عليه، هو اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، ونتعرف على الحملة يلي بتستمر لمدة 16 يوم من 25 إلى 10 كانون الأول، من 25 تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بيسرنا أنه نرحب بالسيدة مريم العيسى خبيرة وعي أنثوي. يسعد صباحك مريم. صباح النور، أهلا وسهلا حبيبتي. صباح النور. يسعد صباحك مريم. بداية يمكن هذا الموضوع كتير مهم أنه نحن نفتح هذا الباب لنتعرف أكثر عن الأسباب اللي عم يتم فيها تعنيف المرأة. ومثل ما بيقولوا المرأة هي ضلع قاصر، هيك بيقولوا، أو بيقولوا رفقا بالقوارير، بس اللي عم نشوفه هلأ بمجتمعنا وغير مجتمعات هو شيء ما نو منيح ضد المرأة. نتعرف عليه. تمام. هلا مبدئيا بدي وجه الخطاب لمن منحين. المنح الاول انه حديثا دراسات اثبتت انه نحن لازم اول شغله العقل الباطن بياخذ الصور وبياخذ الكلمات الاخيره من كلامنا، او انا بحكي لك جمله بالتوكيدات الايجابيه، فهي الكلمه الاخيره هي اللي اكثر شيء بتعلق بالعقل الباطن وبتضل ثابته. فنحن لما بنقول لا للعنف بقيم الله وبضل كلمة العنف، تمام؟ لما بنقول، لما بنحط الصور اللي هلا شفنا مثلها بالتقرير، صور انه ضرب ومرأة عاملة ايدها هيك، وصور احيانا اغلب الاحيان بهي الحملات بحطوا الصور السيدات اللي اكلة قتلة او اللي معنفة يعني، وهذا الشيء غلط، لانه هي الصور عم تنطبع عند الاولاد الصغار، عم تنطبع يعني انا لما بدي بلش اليوم اقول لك انه خلينا نغير خطاب، او الخطاب خلينا نفعله بطريقه ونغير هي الشعارات والهي اللي عم تنحط. هذا اول شيء، لانه احنا كم سنه لهم هن عم يشتغلوا بهذا الموضوع. اول شيء المصطلحات لازم، خلينا نقول نعم للحب، نعم للتسامح، نعم للتعامل الظريف. فانا بدي الكلمه اللي بتثبت، الكلام اللي عم يتراكم عم يتراكم عم يتراكم. لما انا عم اقول لا للعنف انا عم اكد كلمه العنف. هي اول شيء خلينا نحكي فيها. العنف يعني شو؟ لما اذا بدنا نحكي كتعريف، يعني اي شيء، خليني اقول لك، اي سلوك او تصرف او اداه لتحريك الاخر فيها قوه واجبار. هي باختصار ان انا بدي اجبرك او بدي مشيك او بدي حركك، لكن باسلوب خليني اقول فيه ضرب واذى. والاكثر شيء العنف الجسدي اللي عم بيصير، انه ليش كثير مسلط الضوء عليه؟ لانه هو ظاهر له اثار، يعني لما بيكون في عنف جسدي فهو ظاهر، تمام؟ واضح. العنف النفسي اللي هو اشد وقع واشد اذى، لانه يمكن ما هو ظاهر ومخفي وله كثير اسباب باخفائه طبعا. اذا البدايه، الخطوه الاولى هي انه نغير شعارات ونغير الصور، ويمكن يشتغلوا على موضوع مختلف، انه هي ما انا حمله فقط لحتى نوري انه بس الالم اللي عم تاخذه المراه، انما نحن لتعديل هذا السلوك. مثل ما ذكرتي حضرتك في موضوع العنف الجسدي والعنف النفسي، العنف النفسي اقوى واقصى بشكل جدا كبير على الـ على الـ على المرأة. شو سبب وجود هذا العنف النفسي، واللي للأسف أنه الرجل ما بيعتبره عنف، بيعتبره أنه عادي، أنت مرة هيك أنا لازم أحكي معك هيك. أنه شفت، بحس مرة عم يحكي عن هذا الموضوع، فهو بيرجع خليني أقول لك للتنشئة الاجتماعية. لأنه مثلا نحن إذا كنت أنت بولاية أو بمنطقة معينة من الهند، فالرجال هن المعنفين والسيدات هن المعنفات، تمام؟ فهو معناها بيرجع للتنشئة أولا وثانيا وثالثا وعاشرا للتربية، تمام؟ ونحن عم نمارسه بوحده من تغيير الخطاب نحو الفعل، مو نحو الخطابات والشعارات والمظاهرات اللي عم تطلع والبرامج التوعويه مو خلال هذا الامر. هذا الامر ما عم يلمس كثير، خلينا نغيره للفعل. للفعل بانه نحن عنا ببيتنا، ببيئتنا، بسلوكيات كثير بسيطه عم يصير عنا تفريق وعم بيصير عنا تعزيز، لانه انت بحق لك تعنف وانت لازم تسكتي على التعنيف. بسلوكيات سايري، عملي، سكتي، لا يسمعك حدا. حتى لما بتجي البنت، وهذا السلوك معروف وعم نشوفها بالمسلسلات وعم نشوفها، بس عم بيضل عم يستمر. فنحن لما بدنا نبلش من هي السلوكيات، منا نحن، مني انا وانت وهي وكل الناس اللي حوالينا. انا لما عندي صبيه، عندي بنت اليوم وعندي شاب، لما بدي اجي خليني اقول لك لازم اتعامل معهم بالعدل مو بالمساواه. يعني بالعدل اللي هو انه انا اعطي الشخص الشيء اللي هو اليوم لازمه. يعني هلا نفسيا البنت بحاجه لعناق ولحنان وعاطفه اكثر، مع اني انا مع الشاب انه هو، وشو بنعمل نحن؟ لا، هو ما هو بحاجه، وعيب نعانقه وعيب نبوسه وعيب، مع انه هو فبيطلع ناشف، بيطلع جاف، وبيطلع خالي العواطف، وبالتالي ما بيعرف يقدمها.
هو هي ما تقدمت له. صحيح. بشوف الصور دائما، بشوف الخلافات الزوجيه اللي بتصير، بشوف الخناق، بشوف انه امي انا صار لي 25 سنه ساكته على ابوكم، ليش ساكته؟ هي الجمله اللي هي المفروض انه هي شو، انه انا عم فرجيكم انه انا منيحه، لا انت شو عم تعززي؟ هو بيتعزز بذهنه انه هي الشخص المنيح بالضبط. فانا زوجتي او حبيبتي او اي شيء كمان لازم تكون مثال لنفس امي اللي بتسكت. بالضبط. فهي شوفي سلوكيات بسيطه ونحن بنعتبرها انها عاديه ومن من مجتمعنا وبنمارسها رغم انه نحن بندرس وبنوعى، واليوم الوعي دخل، او خليني اقول لك الانترنت والمعلومات دخلت للقرى النائيه لاي مكان، فالشخص ما بيكفي انا الوعي يختلف عن المعرفه، الوعي أنا طبق، الوعي أني حيط بعلم الشيء من كل جوانبه، أعرف أفقي وعمودي وأعرف من كل الجوانب كيف أنا حله وكيف أنا أقدر أربطه. المعرفة هي اللي اليوم كل الناس تكتسبها، اللي هي المعلومات بقرأ بشوف هذا البرنامج اللي عملناه صباح الخير. صح. بس بسطح فأنا بدي طبق يعني. صح. أنا اليوم سمعت هذا البرنامج بدي روح أتعامل، طب أنا ما فيني أتعامل لأنه أنا مبرمجة كمان، أنا ست اليوم عمري 30-40 سنة مبرمجة على هاي المعتقدات من زمان، بدي أتدرب. صحيح. بدي اتدرب وبلش فيها، اذا انا ما بلشت وانت ما بلشتي بدها تضل هي البرامج 70 سنه لقدام. صحيح. يمكن مريم التغيير انطلاقا من شخص، ممكن نحن نعمل طبعا. تغيير شخص وراء شخص، فينا نغير، ما رح نقول مجتمع بكامله ولكن فينا نغير شويه من العادات، لانه اذا احنا بنشوف الشغلات اللي كانت قبل ممنوعه هلا صارت عاديه، ويمكن هذا الشيء هو حدا كسر خلينا نقول العادة وتجاوزها. طبعا. التربية المنزلية كمان احنا وقتها يكون عنا بالبيت أخ شاب وبنت يعني، فبتجي الأم بتقول له أنت الرجال، أنت إذا بدك تدير بالك على أختك ونفس الوقت بدك تحترمي أخوك، يعني عادي إذا عيط عليك أخوك، يعني ببلشوا بهيدا مثل ما حكيتي أنه ما في عدل بالتربية، مو كل واحد بياخد حقوقه، مثل أنه هو شاب يعيط انت ما فيك تعيطي، اوكي ماشي، بس انه هذا الفرق اللي الام هي بتعمله بالتربيه غير القصص الثانيه اللي بتتعرض لها البنت برا. اذا بالبيت احيانا من خلال الاخ الكبير او احيانا الاخ الصغير بيسترط عليها فعادي الموضوع. مع نحن حكينا من شوي هي سلوكيات بسيطه ونحن بنعتبرها عاديه، بس هي تعزز وعم توارثها اجيال. انت اليوم بدك مثل ما قلتي ما رح نغير مجتمع، لا بنغيره اذا بلشنا، بس نحن ما عم نبلش بالتطبيق، نحن عم نكتفي بالمعلومه، عم نكتفي ايه بنعرف. طب انت عم تطبقي بالبيت؟ لا، واحدة ست اليوم بمنصب وبقياده والى اخره عم تروح تاكل قتله بالبيت. طيب وبعدين يعني وين التطبيق بالموضوع؟ السلوكيات اللي عم تصير غير هيك للاسف مو بس على اخته، على امه، يعني الشاب اليوم يسمح له ان يسلط على امه. والام شوفي انتبهي السلوك امتى بيبدا لما الطفل صغير بيقول هو الطفل كشاب كذكر بتصير عنده قصه انه انا بغار على الانثى فطريا طبيعيه، بس نحن كيف بنعززها؟ لما بيجي هو بيحكي مع امه انه لا تعملي هيك، لا تتصرفي هيك، يسلم لي رجال، شايفه هالكلمه شو عززت عنه؟ وسكتت مره مرتين، معلش اخوك سكتي، معلش بيحكي سكتي، معلش. لما بتجي البنت معلش انا هون العدل بقى شو بدي ساوي؟ انت دافع عن اختك، انت وقف مع اختك، مو هاجم اختك، مو خانق اختك، مو المفروض يكون هي عندها الجرأة والمساحة من الحرية انه انا لما يصير عندي مشكلة احكي، لما يصير عندي قصة احكي، لما يصير عندي اي شيء اي شعور اي مشكلة صارت عندي برا انا يكون عندي بعرف انه عندي مساحة الحرية للحديث فيها. تمام. هاي بداية يعني اول شيء حكيتي انه في نساء فعلا هن مرموقات بالمجتمع ولهم مكانتهم، بس الى اي حد المرأة ما بتقدر نفسها، ما بتقدر انه هي كثير مهمة. تمام. انه لا انا ما لازم اسمح للطرف الاخر ويكون لا عنده عالي، هي نحن بنقول بنسميها الحدود، يعني الحدود خليني اقول الحدود لازم تزرع ولازم تفهم ولازم توضع. الحدود خليني اقول اذا كانت انثى لينه لكن لازم تكون موجوده، لازم تكون بكل علاقاتي، بكل علاقاتي دون اي استثناء، مع اولادي، مع زوجي، مع اهلي، مع جيراني، مع كل الناس. حدود قد تكون لا ترى لكنها موجوده، الشخص الاخر بيستشعرها فيكي. كلمه لا هي انا على طول بقولها، لازم نعرف نقولها، لانه في ستات كثير اليوم في عندها لا جواتها انه انا ما بدي، بس تقول ايه بسبب اعراف وتقاليد و الى اخره. هذه نحن انه الخروج عن العاده او الخروج لا، بس على القليله الحديث بضمن خليني اقول الحقوق اللي هي انا بدي اياها، الحقوق اللي لازمتني. فانا بس بقول اليوم لازم نوجه هذا الكلام وهي الحملات التوعويه وهذا الشيء من شعارات ولافتات والى اخره الى فعل، الى جوات البيت، انا جوات البيت شو عم بتصرف، جوات البيت شو عم، يعني مين اللي عم بيحط القوانين ويشرع؟ وهو رجل، الرجل رح يوقف دائما بصف برؤية ووجهة نظر وزاوية الرجل،
ما رح يشوف. يعني نحن على أبسط من هيك التشريعات لما بتجي بتدخل فيها ست ممكن تحطها، بتقدر تقدر شعور الست، بتقدر مين اللي عم بيحطها؟ عم بيحطها رجل، وبالتالي كيف عم تنحط؟ عم تنحط من وجهة نظر الرجل. ممكن عرفتي كيف؟ يعني كمان شغلة ممكن تكون في ستات اليوم ما بتقدر تروح، ممكن تاكل قتله وتنحبس، ما بتقدر تطلع تشتكي، بتقول لك انا بشتكي بس انا ما فيني اطلع اشتكي. اقل شيء مثل خط النجده، مثل خط الشرطه، مثل خط الاسعاف، يكون في خط للمرأة انه انا الو انا كذا صار فيني. يعني في اجراءات لازم تكون موجوده، لازم تكون. ومثل ما حكينا تحت الهواء هلا، القصه مو وطن عربي، القصه بكل العالم، وانت عم تشوفي بالافلام وبالمسلسلات. صحيح. هن الافلام والمسلسلات عم تسقط واقع عندهم. قديش بتاكل السيدات عندهم قتلات وبيسكتوا؟ بعدين في التعنيف المالي اللي هو انا عندي مال وعندي مردود وعم يتاخذ مني، سواء كنت انا بنت موجوده ببيت اهلي عم يتاخذ مني، وسواء كنت زوجه عم يتاخذ مني هذا حقي المالي، هذا كمان اسمه عنف. يعني كل شيء، كل اشكال هي طبعًا. عنف، اي شكل من اشكال التعرض للمراه بطريقه سيئه هو عنف. يعني رغم يعني وقت بيؤخذ طفل من امه بسبب حضانه هذا عنف. وقت يعني هنا كثير تفاصيل اذا بنحكي فيهم بنلاقي انه كل شيء عم تتعرض له المراه بحياتها هو عنف. صحيح. هلا مو نقول كله عنف، بس انه إذا كان رغم عنا، إذا كان رغم عنا تماما، يعني في حق عم يسحب منا، شو ما كان نوع الحق، شو ما كان، مادي، معنوي، جسدي، نفسي، شو ما كان، فهو متى ما سحب عنا رغم عنا فهو عنف. يعني تماما. يمكن حكينا عن أشكال العنف، يمكن خلينا نحكي قديش العنف النفسي لا يقل ضررا عن العنف الجسدي، بالعكس هو يمكن اكثر. خلينا نحكي بشوي لانه هو من جوا. كنا نحكي نقول اذا يا ريت اكلت كف مثلا ولا صار معي هذا الشيء، يعني الشيء الجسدي بيروح بيطيب، بس الشيء جوا بعلم قديش كمان انه نحن هدول خلينا نحطهم بكفة ميزان. يمكن ترجح أكثر العنف الجسدي. سببه هو مثل ما حكيت قبل شوي، هو لأنه غير ظاهر فالآخر لا يشعر فيه. يعني أنا معنفة نفسيا بس أنا مو ظاهر علي، فبالتالي أولا ما رح حوالي ما رح يحسوا، ما رح أحصل على تعاطف أو على مساعدة. أنا ما بحب كلمة التعاطف لأنه مفهومة عنا غلط، أو على مساعدة من الآخر، ما أنا ظاهرة. فبتجي أنت شكلك تمام وأمورك تمام قدام أهلك، انت معنفة نفسيا خليني اقول بكثير قصص، بعدم الاهتمام بالعلاقة، خليني اقول الجنسية، بكل شيء، حتى بعدم سماع وجهات نظر. يعني انا عم لك عدم الاهتمام ويشمل كل شيء تحته، انه ما يسمعك، انه ما في حوار، انه ما في اهتمام، انه ما في ممنوعات كثيرة الى اخره، انت ما فيك تحكيها لنقول، او حتى حكيتيها لكن مو ظاهر عليكي. عرفتي شو اللي عم بيصير بجسد نفسيا؟ انت الجسدي واضح، والجسدي طبعا الجسدي على تراكم بيصير بيؤدي الى نفسي، تمام. لكن النفسي اللي هو ما في شيء ظاهر. ليش قلتي من شوي انه انا خطاميني قتله ولا بضل ساكت؟ لانه احيانا نحن هذا بهي بيقولوا له تربيه رمزيه، انه انا بالرموز بالايحاء بالكلام بس انا عم عنفك بدون ما تشعري، انا عم بزعجك، وبالتالي بيؤدي لمرض جسدي بالنهايه. وبيجيني ايه بيجيني بعدين شيء انه انا عم بيصير معي شيء بس ما بعرف اعبر عنه. هي خليني اقول في العنف الرمزي، انه انا بايحاءات معينه بعرف انها بتزعجك، بعرف انه هي الزرار بس اكبس عليها انت بتضايقك، فانا بضغط عليها وانت ما عندك ردود افعال واضحه تبين، لهيك اثره عميق. مثل ما قلت لك لانه غير واضح غير ظاهر، والسلوك السليم تجاهه هو نعلم البنات من وقت يكونوا صغار حوار تعبير عبري احكي. مشكلتهم بعدم تقدير الذات هي عدم التعبير. يعني انا اسفه لهي الكلمه، هي التربيه الدونيه للبنت، انه انت ادنى بدرجه مهما كنتي ومهما وصلتي، وانه يا انت يا شب انت ما بيعيبك شيء وانت ما بيصير معك شيء، هي التربيه من وقت يكونوا صغار. واللي بيزعجك انه هي امراه اللي عم تربي طبعا، وهي ممكن ما انا مبسوطه بحياتها مع زوجها وعندها اطفالها، وبالتالي عم تعيد التاريخ نفسه، ما عم تقدر تقدم شيء جديد لبنتها. يعني بالضبط. ما عم تقدر تنقذها من تفاصيل هي عاشيتها. لهيك نحن عم لك هي كمان هي تلقت هي التربيه، وفكره هي بتناقض امها لما بتكون صبيه، وانا ما بربي اولادي مثلك وانا لا. بس نحن شو حكينا من شوي، يخزن باللاوعي عندها وبيظهر بعدين بسلوكها، وبيصير في حرب نفسيه داخله، انه انا ما كنت بحب سلوك امي هاد معي، ليش عم بسلكه مع بنتي؟ بس هو ليش؟ لانه مخزن. فبالتالي العمل على انه نحن ننتبه على مصطلحاتنا اللي بنستخدمها، ما بنقول لا للعنف، نقول نعم للمحبه، نعم للتسامح، نعم للسلام، نعم لكذا، نعم للتعامل الحلو، نعم هيك نحاول نعزز الكلمات الايجابيه افضل ما نضل مناهضه العنف. الجمله لحالها مرعبه،
يعني الجملة صحيح. الحالة عادية مرتين أنت بتتعبي بتحسيها متعبة تمام. فبنبلش من هاي نبلش إنه ما بنضل بس خطابات وحلقات تلفزيونية وبنجتمع 6-7 دكاترة وبنحكي بنفسر الموضوع، لا لا نحن بدنا نروح باتجاه الأسر صحيح. باتجاه نوجه فعلا وكون في فعلا يعني خليني إليك جهات مسؤولة تحاول إنه تعمل حملات توعية تفوت لقلب البيوت تجيب هالأهالي وتبلش توعي تبلش تحاول توعي وتتابع. يعني أنا مو واعي أعطيكي معلومة وإنهي الموضوع، لا حاول تابع إنه أنا هذا الأثر يعني قيس الأثر قيس أثر تمام. هي التوعية لأي مدى وصل معي، يعني ما أكتفي بس بالكلام الكلام صحيح. عشرات السنين عم نحكي فيه. صحيح يمكن حكيتي نقطة كتير مهمة إنه لازم يكون في كوادر تدخل لقلب البيوت لأنه في عالم احيانا ما عندها ما بتطلع لبرا اصلا بتضلها ضمن نطاق هذا البيت او نطاق العائله. في سؤال ايضا خلينا نحكي عنه ضمن البيت قديش مهم يكون في بين الاب والام تبادل وجهات نظر بتربيه الاطفال، لانه احيانا الاب بيكون له وجهه نظر بتربيه البنت بشكل والام بتكون لها وجهه نظر، وقديش مهم انه تنعطى البنت خلينا نقول من خلال تربيتها حريه، لانه احيانا الضغط بيولد الانفجار ولد الشذوذ ممكن تشذ عن الخط. هي قديش مهم انه يكون في توازن، اذا كان الاب قاسي شوي تكون الام شوي هون راقيه والعكس صحيح. شفتي الجمله اللي قلتيها انه اذا كان الاب قاسي شوي نحن عم نسمح له حتى بهي الكلمة ليش بتكون الأم قاسية شوي مثلا يفتعلوا خلاف إذا كان في اتفاق. خليني أقول حلو الكلام اللي حكيتيه بجملة أنه مثلا يكون في اتفاق على جناب أنه نحن أنا لما بحكي بدلي بوجهات نظري لو أنت اعترضت لا تحكي استنى لا يصير صح. بيني وبينك بيصير في أنه أي أنا مع أمكن أي أنا مع أمكن أو العكس صحيح أي أنا مع أبوكن حتى لو أنا على خلاف بوجهة نظرك بعدين بتناقش أنا وياك فيها هاي مبدئيا. بس أنا كمان هلأ وحياتي اللي بقصة أنا مع أنه الزوجين حتى لو ما كان في خليني يقول خلاف يفتعلوا خلاف خلي المرأة تضوج خلي الرجل يستوعب هاي واحدة من أهم الصور اللي إحنا نخلق أنه مسموح بدأ كمية من الوعي كمان أحيانا كمية من الوعي. شفتي هي كلمة كمية من الوعي أنت حاسة أنه فيها رفض من مجتمعنا مو منك مو مني بس رح عندك شعور مسبق بأنه حد لا بس بدنا نبلش. يعني أنا إذا بدي ضل أقول يعني أنا حضرت برنامج من يومين عن نفس الموضوع أنه لا 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 بوطننا العربي ما مشي الحال لا 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 طب ليش عم نعمل هي الحملة ليش عم نحكي ليش عم نناشد ونقول بس مشان نحكي بس مشان نغطي ونعبي هواء بس مشان هيك أكيد لا أكيد لا بدنا نعمل شيء. فأنت أنا قلت لك خلينا نقول إنه يفتعلوا خلاف يسمح فيه للست إنه تضوج يسمح فيه للرجل إنه يسايره وين المشكلة. هلا هي الصورة عم بتصير مو ما عم بتصير أكيد عم بتصير لكن بنطاق ضيق خلينا نوسعها خلينا نسمح إنه أنتوا كقيمة إنسانية رجل ومرأة نفس سوية ما حدا بيختلف عن الثاني كقيمة إنسانية عم بحكي ما عم بحكي عن الأدوار. دائما تفهم هاي القصص بطريقة غلط إنه أنت خود دور المرأة والمرأة لا أنا كقيمة إنسانية أنت بحق لك تغضب وهي بحق لها تغضب تمام. أنت بحق لك تعترض هي بحق لها تعترض أنت بحق لك تحكي هي بحق لها تحكي يعني هي بالتربية ما تربي إنه أنثى وذكر لا ابدا نحن عم نربي انت كانسان كاولادنا انت كانسان بدك تكمل بحياتك. ليش ممنوع انه هي تتضايق او تنزعج وتعصب وهو مسموح؟ لا ما بصير هذا الشيء لازم يكون انه في نحن عندنا مشاعر لازم نقدر نعبر عنها بكل طاقه مثل ما حكيت من شوي. نعم مريم بهال 16 يوم الاخيره هيك نصائح للناس ورسائل بتحبي تقدميها بهي الايام؟ تمام. هلا مبدئيا مثل ما قلت اول كلمه بدي ارجع عيدها لاني انا مصره عليها نغير الخطاب لفعل هي واحد لفعل ولسلوك نسلكه بكل بيت. اللي ما بيلاقي حدا يوعي يقرا يتعلم هو ويوعى يبلش من عنده لا يقول انا مثل هالعالم يبلش من عنده. اذا هو بلش من عنده فهو ربى بنت وربى شب هذول البنت والشب اللي تربوا حيربوا جيل ثاني وهيك حيتغير العالم. اذا انا بس بلشت من عندي وانت من عندك وهي من عندها وشي 10 6 العشرة بيصيروا 100 وال100 بيصيروا 200 وبالتالي فعلا نقدر نغير شيء ما يضل بس كلام. نسمح بمساحه من الحريه للبنات بالحديث بالتعبير لانه التستر على الاشياء اللي عم بتصير سببها انه انا ما بسترجي احكي صحيح. تمام نسمح بمساحه من الحريه انه البنت يحق لك تحكي يحق لك تعبري مثلك مثل اخوك. يعني هي الكلمه لازم نبلش فيها ونساعدها مو لما بتجي بتحكي نحن مثل المقلب يعني سحبناكي لا نساعدها فعلا نكون معها سند.
نحن كثير بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر النصائح اللي قدمتيها، وان شاء الله يا رب تكون الرساله وصلت، لو رساله بسيطه ضمن هالفقره الصغيره، ولكن نحن مثل ما قلتي بنبلى شوي شوي ونطلع خطوه خطوه. بدنا نتمنى انه ولا مرأة يصيبها عنف، حتى ولا طفل ولا حدا، اكيد من خلال التوعيه. ويمكن نحن بعام عام عن عام بعام 2019 يمكن عم تكثر حملات التوعيه، والحوار هو اهم شيء، سواء حوار بين الشباب او الحوار الاسري بكافه اشكاله، يمكن هو لا نتقدم لقدام. شكرا كثير لوجودك. شكرا كثير لك مريم ولوجودك معنا لليوم. شكرا كثير لكم.